احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم. واسألوا شرمان عن ساعتي هارون الرشيد. احنا لا ندعي اننا الافضل ولكن نرفض ان نكون اقل. كأس العالم في قطر هي النسخة 22 من بطولة كأس العالم لفرق الرجال الوطنية التي تقام كل 4 سنوات، وتتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم. تستضيفها قطر في هذه الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لعبت في كوريا الجنوبية واليابان. تعتبر بطولة كأس العالم في قطر هي البطولة الوحيدة المدمجة التي تسمح للجماهير بحضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم، ولقد تم تجهيز كافة الملاعب ومرافق التدريب والمناطق المخصصة للمشجعين بتكنولوجيا التبريد بالطاقة الشمسية للحفاظ على درجة حرارة معتدلة، مع العلم أن جميع الملاعب صديقة للبيئة مع إمكانية التحكم في درجة الحرارة بها. إن عدد سكان قطر لا يتجاوز 3 مليون نسمة، لذا يجب إدارة إرثها هذه البطولة بعناية شديدة. لذلك قد تعهد منظم البطولة ببناء ملاعب ذات عناصر قياسية سيعاد تشكيلها بعد البطولة لتصبح تراثا دائما لكأس العالم 2022 إلى ما هو أبعد من حدود قطر. وبعد انتهاء البطولة سيتم تفكيك حوالي 170 ألف مقعدا ليتم منحها إلى الدول النامية كمساعدة من قطر لتحسين البنية التحتية الرياضية. ومن الملاعب التي بنيت خصيصا لهذه البطولة استاد البيت المكان الخور على بعد 35 كيلومترا شمال وسط الدوحة، السعة 69 ألف مشجعة، استاد أحمد بن علي المكان أم الأفاعي على بعد 20 كيلومترا غرب وسط الدوحة، السعة 45 ألف مشجع، استاد الجنوب المكان الوكرة على بعد 22 كيلومترا شرق وسط الدوحة، السعة 44 ألف مشجع، استاد خليفة الدولي المكان أسباير على بعد 5 كيلومترات غرب وسط الدوحة، السعة 45 ألف مشجع، استاد المدينة التعليمية المكان المدينة التعليمية بالريان على بعد 7 كيلومترات شمال غرب وسط الدوحة، السعة 44 ألف مشجع، استاد لوسيل المكان لوسيل على بعد 20 كيلومترا شمال وسط الدوحة، السعة 89 ألف مشجع، استاد 974 المكان رأس أبو عبود على بعد 10 كيلومترات شرق وسط الدوحة، السعة 44 ألف مشجع، استاد الثمامة المكان الثمامة على بعد 12 كيلومترا جنوب وسط الدوحة، السعة 44 ألف مشجع. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.